في درس اليوم بتتعلم كيف تحول أي كائن فيكتور لشكل سكتش أو رسمة مثل هذه الصورة باستخدام مؤثر الهاتش باث عليه. خلنا نبدأ التطبيق على شيء بسيط وهو الدائرة. الحين نضغط على الدائرة بأداة الاختيار، تالي من قائمة باث وتروح إلى Path Effects، ومن مثلثنا الصغير هنا تروح تحت إلين المؤثر Hatches أو تكتبه في البحث هنا. تحول شكل الكائن لخطوط جنب بعض مثل لما تجي تجرب القلم إذا في حبر أو لا. الحين نضغط على أداة العقد أو دبل كليك على الكائن. مثل ما تشوف هنا عندنا أربع نقط، ثنتين خضرة وصفرة. هذه النقط الخضرة هذه اللي على اليسار تحرك مكان الخطوط، وهذه تقربها من خطها عشان تزيد الخطوط وتزيد الكثافة وتغير اتجاه الخطوط. وهذول الثنتين الصفرة اللي تحتهم هذول يمثلوا الانحناء، نجيبهم هنا، وهذه لا تتحكم بدرجة الانحناء أو الطعج، وكل ما بعدت هنا كل ما زادت الطعجة أو كل ما زاد الانحناء. خلينا أرجعهم الحين جنب بعض، وحالة ما تنتهي من تطبيق التأثير بالشكل اللي يعجبك تقدر تروح إلى باث Object Path، والحين تحولت الدائرة إلى باث مو إلى كائن عليه تطبيق الباث إفكت. وبكذا تكون طبقت تأثير الهاتشز على الكائن البسيط حقك. خلينا الحين نشيل هذا على جنب ونطبقه على النص تكست. خلينا الحين نكبر الخط عليها، كبر الخط خله 45 شوية. هنا تقدر تغير أي خط، أنا أحب الأرابيك سيتينج، خليني أحطه هنا. أوكي، كبرها بعد شوية، هذي شوية هنا. أوكي، الحين طبعاً يفضل تستخدم خط سميك شوية، أنا اخترت أرابيك وراح أضيف عليه. الأقول خليني أشوف دقيقة، واحد من خطوطي المفضلة أيضاً تايم نيو رومان، وحطه بولد. أوكي، الشيء مع هذا المؤثر أنه ما يشتغل على كائن ما هو باث، لذا لما أحاول أضغط هنا ما تطلع لي القائمة، وعطني اختيار أن أحوله إلى أحول التكست، أحول النص إلى باث، أو أن أسوي نسخة إلي. فالحين هذا راح نحوله إلى باث، فمثل ما تشوفوا أتحول إلى باث. الحين نقدر نطبق تأثير الهاتش عليه، مثل ما تشوف صار مثل الشخابيط اللي نسويها على الورقة إذا كنا نبغى نجرب قلم الحبر. دبل كليك وعندنا مرة ثانية هذولا النقطتين الخضرة، النقطة الخضرة جنب بعض، نقربهم عشان يعطي تأثير السكتش، تأثير الرسمة. طبعا ما ذكرت من قبل تأثير الهاتشز يملي الفراغات المسكرة، عشان أوريكم مرة ثانية نسوي نص آخر. كوفي، نسوي التطبيق على باللغة الإنجليزية على هذا الشيء، على هذا النص، نقربه مع بعض، نقرب النقطتين جنب بعض. مثل ما تشوفوا هذه الأو مساحة مسكرة فقام عباها. الحين بعد ما سويت هذولا بالشكل اللي يناسبنا، فالحين دولة أروح إلى Path Object to Path، والثاني بعد Object to Path، بس خذ في بالك عشان قد جهازك ما يتحمل. وبكذا حولنا نصنا العادي والممل إلى شكل سكتش. إذا تعلمت شي من درس اليوم وما هنك كمبيوترك من كثرة العقد، تقدر تاخذ لك فرة على باقي الدروس الموجودة على قناتي، وأشوفك على خير في المرات الجاية.